صباح الخير. احنا النهاردة في منطقة دهشور ومتجهين حاليا للهرم الاول في المنطقة الاثرية بدهشور. الهرم الاول ده احنا بنسميه الهرم المنحني. الهرم المنحني لما نيجي نبص عليه الحقيقة هنلاقي ان هو شكله مختلف شوية عن الاهرامات المعروفة لينا زي اهرامات الجيزة مثلا. ايه قصة الهرم المنحني ده وليه هو واخد الشكل ده وتاريخه مبدئيا؟ طيب احنا الاول لازم نقول ان منطقة دهشور دي مرتبطة باسم من اسماء الملوك العظام في مصر القديمة اللي هو الملك سنفرو. طيب قبل ما نتكلم على سنفرو هنلاقي على الشمال في حاجة معمولة زي كأنها شكل جبل، لكن هو ده الحقيقة هرم، وده اسمه الهرم الأسود، وده بيعود لعصر الدولة الوسطى، يعني ملوش علاقة خالص بالهرمين بتوع زوسر في منطقة دهشور. طيب دي حاجة كده على الهامش، ونرجع تاني لقصة الملك زوسر وأهرامات دهشور. قصة الملك زوسر الحقيقة لازم نبقى عارفين ان الملك زوسر لما فكر ان هو يبني الهرم بتاعه طبعا اتجه لمنطقة الغربية غرب النيل، وزي ما قلنا قبل كده ان بناء المقابر والمعابد الجنائزية كان بيكون على الجانب الغربي لنهر النيل حيث تغرب الشمس، اما الجانب الشرقي فهو كان الجانب اللي بيعيش فيه المصريين القدماء، لان هو ده المكان اللي بتشرق منه الشمس، فكان بيمثل ليهم الحياة الاولى، والمكان بتاع غروب الشمس على البر الغربي كان بيمثل الحياة بعد الموت او الحياة في العالم الاخر. عشان كده هنلاقي ان كل او يعني معظم المقابر اتبنت على الجانب الغربي، وانا بقول معظم لان طبعا في استثناءات زي ما حصل مثلا في مدينة المنيا في مقابر تل العمارنة او بني حسن، وده كان بيرجع للطبيعة بتاعة الارض نفسها، المكان الموجود فيه جبال على المنطقة الشرقية مش في المنطقة الغربية، فكان بالنسبة لهم عندهمش اختيار فبنوا او نقروا المقابر بتاعتهم في على شرق النيل. لكن نرجع تاني نتكلم على منطقة دهشور. احنا دلوقتي بنقرب من الهرم المنحني او الهرم الاول لزوسر لسنفرو في دهشور. طيب عشان نتكلم على دهشور لازم نرجع ونتذكر التطور بتاع بناء الاهرامات اللي ابتدى مع بداية الاسرة الثالثة ايام الملك زوسر. الملك زوسر في سقار، طبعا الملك زوسر هو مؤسس الأسرة الثالثة ومؤسس الدولة القديمة كذلك. توقف هنا ونكمل في حلقة أخرى.